ما القراءات الممكنة في حدث تفكيك خلية حركة المجاهدين بالمغرب؟ وأي ارتباط للأمر بالظرفية الإقليمية؟ هل ما زال المغرب تحت تهديد الإرهاب؟ وما مستوى التنسيق بين دول المنطقة لمحاصرة الجماعات الإرهابية؟ أسئلة وأخرى ضمن برنامج خاص عن تفكيك الخلايا الإرهابية في المغرب، يأتيكم مساء الخميس عند 9:40 على قناتكم ميدي أن تيفي.